طيب خلينا ننتهز فرصة وجود حضرتك معانا وإعصار الإصابات الذي ضرب المنتخب، واحنا يوم الخميس اللي جاي في مباراة مع المونديال، تصفيات المونديال مع السنغال، وغياب نجوم 24 ان شاء الله 24 معسكر يوم 20 غياب نجوم كبار في مقدمتهم محمد صلاح. يعني محمد صلاح في ملامح امل ان شاء الله انه احتمال كبير ما يكونش غياب نهائي يعني. طيب يا رب، لان وجود محمد صلاح مهم. ان شاء الله هيبان في ماتش الارسنال يا فندم. هيكون في السكور شيت، حتى لو مش مع ال11 اللي هيبداوا ولا لا، هيبان ملامح، والناس دي بتعلن مش زينا ما بيداروش يعني. طيب وبالتالي، لكن في غياب تاني اكثر يعني ما يمكن ان يؤكده هو الراي الطبي النهائي برضو، الا وهو رمضان صبحي. لا عندك عندك رمضان صبحي، عندك تريزيجيه، عندك. انا بقول لحضرتك يعني رمضان باعتبار متداول حوله، يعني فكره الاصابه ايه، جبت برضو انا يعني اضطريت اكلم اصدقائنا يعني الاطباء موثوق فيهم، وايضا يعني مصدر من الجهاز عشان برضو رفض يقول اسم جهاز المنتخب، ان الكدمه دي تستوجب علاج وراحه اسبوعين مش اقل من كده، وبالتالي بتبعد رمضان جدا عن التواجد، يعني 15 يوم شوف بعدهم يحتاج تأهيل قد ايه. طبعا تريزيجيه كمان لا يعني في واحمد حجازي طبعاً واكرم توفيق بالظبط. انا رايي ان يمكن تعويض الرجاله دي ما دون محمد صلاح، مش بس عشان فنيا كلهم نجوم، لكن محمد صلاح ليه ايمج، والايمج ده في الكوره يعني لا هو يعني في عارف زي ما بيقولوا ايه، بين الدول في سياسه الردع، وبين الفرق كمان في سياسة الردع. وجود محمد صلاح في الملعب بيشكل حاجز ردع وقلق للفريق الخصم. ما هو اما انا بقول لحضرتك الكابتن جوهري كان بيحلم، الله يرحمه، بيحلم بناس تحترف، بيقول لك لو على بعد 10 كيلو بره مصر، بره حدود مصر، لانه كان بيقولها لي دايما، بيعمل كده ايمج. يمكن سبحان الله انت فسرتها لك، لو هو جيش تفرق اما يكون الجيش المصري، ولا جيش في بلد صغير تفرق الجيش الامريكي ولا الجيش الفرنسي، يعني يقصد كقوات يعني. فبيقول لك ده بيضيف لها 30 هيبه يعني. يعني طب دلوقتي اللي حضرتك بقى قلتها الردع يعني. دلوقتي كيروش قال قائمة مبدئية ما فيهاش غير 9 لاعبين المحترفين. طيب والاثنين التانيين؟ ما هو المشكلة هو كمان حتى التسعة مش لازم يكون هيجوا، هو في خماسي تقريبا يعني ضمن مكانه او وجوده. النني اعتقد النني تريزيجيه، يعني هو حاطط حسب تريزيجيه ومحمد صلاح، يبدو ان هو شايف انهم هيكونوا تعافوا قبل المباراه بنسبه كبيره ان شاء الله. تريزيجيه وصلاح والنني طبعا، فالنني مصطفى محمد ومصطفى محمد مرموش، هو بقى هو ومرموش طبعا، وهو بيفاضل بقى بين يعني يجيب كوكا، احمد حسن كوكا. لا هو حاطط احمد حسن كوكا، ما هو بس هو في 5 تأكدوا زي ما بقول لحضرتك. والباقيين هيشوف بقى من المحترف الداخل هيقدر يعني يعمل تكوينه، ولا يجيب الباقيين بما فيهم كريم حافظ الظهير الايسر اللي بيلعب في تركيا. سؤال يا استاذ عصام، اتفضل يا استاذ جمال. حظوظنا ايه في مباراه السنغال؟ حظوظنا 50-50 في الماتشين، احنا قوة لامعة وهم قوة لامعة، واعتقد انه اللي يقلل حظوظنا عن كده يعني خسارة ان احنا نسأله ليه اصلا. لما يكون في 5 مقاعد يا استاذ جمال عن قارة افريقيا، لازم مصر يكون ليها مقعد دائم. ايوه انا والله والله موافق، انا بس بتكلم في ظل الظروف الراهنة. ما حتى الظروف الراهنة دي ما تمنعناش عن الخمسين يا أستاذ جمال، يعني طيب الواحد في متابعته طبعا، لأنه كل الإمكانيات متاحة. يفرق معانا زي ما قلنا صلاح، وده ما يقللش من حد، زي ما كريستيانو بيفرق مع البرتغال، زي ما ميسي بيفرق مع الأرجنتين، زي ما الراجل اللي اسمه ايه بتاع البرازيل الجديد الجميل ده، لا معرفش بقى، اللي بيلعب في باريس سان جيرمان. يا عم ما تقعدش تمتحني في حاجات، أنا على حد كده حلو قوي.
انا الزهايمر بس والله قصدي يعني نيمار. علامات نيمار علامات فارقة ده ما يقللش من باقي زملائهم عشان الاضافة اللي حضرتك قلتها بيبقى رابع نوعا ما. انما فيما دون ذلك من يقبل يعني ان واحد يقول لنا حظوظنا طيب ما هو المطلوب اذا من المنتخب الان حتى تعلو فرصنا في الفوز؟ الحقيقة المطلوب ان اللعيبة وقبلهم الجهاز بالنصف المصري اللي فيه يبقى اصرارهم كيف سنحرز اهداف، لانه مسألة ان احنا نحتفل بالمركز الثاني ونقول كانوا رجالة شيء كان مزعج بالنسبة لي، والجزء الثاني انه مش ممكن نلعب ماتشات كلها بنزهق الخصم فنجره للوقت الاضافي وضربات الجزاء. المرة دي بقى لا فيها مجموعات فهتجمع نقط وتقول لي معلش يا حبيبي انا كنت بقى جمعت نقاط ولا بتاع. لا المرة دي كيف تحرز اهداف في مباراة الذهاب. طيب ملاحظ ان غياب في التشكيلة اللي اعلنت اعلانها كارلوس كيروش غياب حارس مرمى، تعتقد شناوي ولا ابو جبل؟ لا الاثنين هيبقوا موجودين. دي معلومة؟ اه خلي بال حضرتك كل اللي بيترمي دلوقتي بعضه في كعب كده زي ما بينسميها يعني. ما انا بسألك سؤال واضح مباشر دي معلومة؟ كعب كبالون اختبار يعني. معلومة دي معلومة مش يعني مش كيروش اللي قال هيبقى واحد منهم، لا حد من الجهاز يعني. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصل على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.